المشاكل اللي بتواجه الناس عموما هي مشكله الام الفقرات، سواء كانت الفقرات العنقيه او الصدريه او بالذات الفقرات القطنيه اللي موجوده في اسفل الظهر، لان دي اللي بتشيل معظم وزن الجسم. خد بالك معظم الام الفقرات بيكون سببها الشد العضلي الناتج عن المجهود اليومي والجلوس لفترات طويله، ودي علاجها بيكون بسيط، مجرد راحه ومسكنات وبسط العضلات. السؤال المهم، امتى لما يكون عندي الام في الفقرات احتاج ان انا ازور عياده جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري؟ اربع اسباب. رقم واحد، استمرار الالم اكتر من 3 ايام برغم الراحه والمسكنات وبسط العضلات. اثنين، ان الالم ما بقاش في الفقرات بس، بقى كمان بيسمع في الاطراف، يعني وجع في رقبتك ومسمع في دراعاتك، او وجع في ظهرك ومسمع في رجلك. ثلاثه، ان الموضوع ما بقاش الم بس، بقى فيه كمان ضعف وخذلان في الاطراف. اربعه، صعوبه في التحكم في المرور. ظهور اي عرض من الاعراض دي يخليك محتاج انك تزور عياده جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري. انا الدكتور احمد زهران، استشاري جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري، عضو هيئه التدريس بكليه الطب جامعه عين شمس.